الإعلامي عماد يوسف، أهلا بك يا عمدة. أهلا بيك كابتن ميدو وكل السادة المشاهدين. وحشنا جدا في الأول، وحشنا جدا، وطبعا وجهة مشرفة لينا في كل مكان بتروحه بصراحة. ربنا يخليك يا كابتن. يعني شفت مباراة النهاردة إزاي يا عماد؟ كانت كل الناس مستنية فريق العين، خلاص إحنا كلنا من أداء العين في المباريات السابقة، أداؤه الفني المقنع جدا ونتائجه كمان الإيجابية جدا، إحنا قلنا إنه ممكن يبقى النهاردة منافس قوي جدا لريال مدريد، لكن للأسف ما شفناش العين بالشكل اللي إحنا كنا مستنيين. شوف، مش عايز أوافق الرأي قوي في إن إحنا ممكن متضايقين من العين أو إحنا حاسين إن هو تصاعد لكذا سبب. خلينا أول نحط عنوان يعني مهم ملخص مشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية، هي صدية الزعيم وذهبية التنظيم. جميل. يعني بصراحة الإماراتيين قدروا إن هم يحصلوا على الذهبية في عملية التنظيم، سواء على مستوى التنظيم الجماهيري أو استقبال الفرق أو حتى على مستوى الملاعب. حاجة رائعة بصراحة. أو حتى على فكرة ممكن يكون شيء مش واصل لكم على مستوى إدارتكم لتذاكر المباريات خاصة في النهائي. التذاكر متاحة بشكل فيه فير جدا لكل الناس، مش هتلاقي حد بيبيع تذاكر لا من مسؤولين ولا من اداريين ولا من الفرقه ولا من النادي، مش الكلام ده خالص. في لجنه منظمه مجلس ابو ظبي الرياضي هو اللي قائم على عمليه التنظيم وقائم على عمليه بيع التذاكر تحديدا، وكانت مطروحه على وسائل الانترنت بالشكل المعتاد، فكانت كلها متاحه لكل الناس. ده جزء مهم جدا جدا تحط عليه مليون خطر دايما، دي كانت بتبقى مشكله كبيره. اكيد. الحاجه الثانيه، لو هنتكلم على المشاركه النهارده للعين، لازم ناخد بالنا من كام نقطه يا كابتن ميدو مهمه جدا، وانت لعيب كره كبير وعارف. انت بتتكلم ان نادي العين. طب يا عماد خليني اكلمك في جزئيه، انا اسف ان انا بقطعك، بس خليني اكلمك في جزئيه عشان ننهي موضوع التذاكر وتنظيم دخول الجماهير. هل في الدوري الاماراتي نفس الكلام؟ ولا عشان دي بطولة دولية؟ مليون في المية. لا لا لا، يعني النادي الإماراتي أو لو فرقتين من الإمارات بيلعبوا، مش هما بيبقى عندهم أحقية بيع التيكت أو التذاكر؟ أه طبعا، بس أهم حاجة هي آلية البيع يا كابتن. تمام. آلية البيع هي بتواكب آلية البيع في كل دوريات العالم المحترمة. جميل جميل جدا. يعني خلينا بس كده حاطين نقطتين، إن دولة الإمارات في كرة القدم تحديدا هي سابقه كتير جدا جدا بخطوات كتيره جدا. اكيد. دول عربيه كتيره ودول افريقيه كتيره. بنتكلم على مستوى ان انت عندك اساسا لجنه محترفه هي اللي بتدير الكوره، حد الكوره ملوش علاقه بالموضوع تماما. ده رقم واحد. رقم اثنين، لو انت بتتكلم على عمليه اليه بيع التذاكر كلها مطروحه على الانترنت. يعني حضرتك لو مسؤول في النادي وانا مش مسؤول في النادي، احنا الاثنين عندنا الحظوظ الكامله ان احنا نخش ناخد التيكت بتاعنا من غير اي وصفه. جميل جميل. من اول استاذ الموضوع ده منتهي تماما، ما فيهوش فصال. جميل. تمكين جدا في العمليه كلها. وبالتالي حتى على مستوى التنظيم مش عايزين ننسى ان احنا بنتكلم على بطوله ثانيه مختلفه تماما، هي بطوله خاضعه لمظله الاتحاد الدولي الفيفا، وبالتالي هي لها نظام ولها اسس سواء في عمليه البيع او حتى في عمليه التنظيم. ولو بنتكلم كدوله بقت شاطره جدا في عمليه تنظيم المباريات والاحداث الرياضيه الكبرى، مش بنتكلم بس على الكوره، لو هتتكلم على فورمولا 1 كانت خلصانه من شويه في دوله ابو ظبي معروفه، بتتكلم على التنس، على دوله الدراجات، على مسابقات كثيره سواء خاصه بالفورمولا في البحر كمان، لو بتتكلم على مستوى الكوره، يعني الموضوع منتهي. عمليه التنظيم افتح الكتالوج هتلاقي كله بتنفذ بالحرف وبالكلمه. احنا اتكلمنا يا عماد، اتكلمنا يا استاذ عماد امبارح في هنا في قناه الاهلي عن طفره الامارات الرياضيه الملحوظه جدا لكل العالم بصراحه. انا بلخص لك كلامك. اه شيء طبيعي، يعني كلامك مظبوط، هو الموضوع يعني مش هقدر اتكلم فيه كتير لان انت بتتفرج وبتتابع وبتشوف، فالموضوع متاح للناس كلها. تمام. دوله الامارات من الدول اللي هي على مستوى التنظيمي يعني حدث ولا حرج، يعني قادرين ان هم ينظموا بشكل كويس جدا، عشان في الاخر بتشوف عمليه حتى دخول الجمهور زي اي دوله رحتها في العالم او اي مباريات انا كنت باخدها في اي مكان في اوروبا او اي بطوله كبيره، اللي بيحصل في الامارات بيحصل في اي حته. عشان كده احنا كنا مستنيين العين النهارده يتوج، طمعنا، هو طمعونا بصراحه، احنا كلنا النهارده كنا بنشجع العين، عشان كده طمعنا ان هو ياخد كاس العالم للانديه ويتوج الامارات كلها بهذه الكاس، نظرا للمجهود الرائع اللي بذلوه في هذه البطوله. شوف كلامك مظبوط 100%، لان فريق العين كمان هو شديد جدا بالنادي الاهلي في مصر. مؤسسه كبيره جدا، كل واحد عارف دوره، عارف التزاماته، عارف واجباته. فرقه كبيره، الاداء اللي ادوه بشكل اكثر من رائع، حتى لو بنتكلم على حلاوه الكوره، حلاوه تقديم
اداء مبهر بالظبط ارض الملعب قدام فرق كبيره لها اسمها وتسجيل لاهداف غزيره واداء مميز، ده اللي طمع كل الجمهور العربي انه هو كان منتظر قدام فريق ريال مدريد انه يعمل انجاز جديد. بس خلينا ناكد على جزئيه اولانيه اللي انا اختلفت معاك فيها في الاول، احنا مش عايزين نقول ان العين خذلنا. لا 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 ما قلتش خذلنا، لا ما قلتش خذلنا، استنى بس، ده انا فرحان جدا بالعين. انا قلت كان نفسنا ان هو يواصل تألقه لكن لم يخذلنا العين، بالعكس ده شرفنا وشرفنا كتير جدا كمان. صحيح، بس شيء طبيعي انت بتلعب، يعني خليني الجزئيه اللي كنت عايز اقولها لك عشان اتفضل بنتكلم بشكل فير. انت بتتكلم ان العين هو الفريق الوحيد في البطوله دي اولا اللي خد اربع مباريات كامله بالظبط، بتتكلم على مباراه كان فيها اشتراكيه، لما بتتفرج على المباراه الفريق اداؤه البدني والذهني ثابت سواء على مستوى الوقت الاصلي او حتى على مستوى بالظبط بالظبط، دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه، هو وفي اصرار وتركيز على اعلى مستوى. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتتكلم ان العين مسجل 9 اهداف، هو واحد من اكثر الانديه تسجيلا للاهداف في بطوله كاس العالم للانديه على مدار الكبار بالظبط، بتتكلم على ريال مدريد وبرشلونه الفرق الكبيره هي اللي بتعرف تسجل كتير، هو العين بتتكلم في 9 اهداف، الفريق قدر ان هو يفوز بهدف وهدفين بالعافيه و2-1، لا قادر ان هو يسجل وبشكل كويس جدا، والاداء الهجومي هو اللي ابهر الناس بالظبط. في جزء ثاني لازم نفخر فيه لان ناس كتير ما اتكلمتش عنه، الناس كلها عارفه ان حسين الشحات لعيب كبير، بس الناس لازم تكون عارفه ان حسين واحد من اللعيبه اللي عمل بصمه كويسه جدا في الامارات اكيد. في جزء ثاني يمكن الناس لازم تحسه، في لعيبه كتير كانت بتجيله عشان يبقى وصيف بيروحوا دول الخليج بيلعبوا بس ما فيش بصمه، خلينا يعني نتكلم في ده بشكل اساسي. دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. الدين اللي هو قدر انه يلعب في دوله خليجيه، لو هنتكلم على الامارات تحديدا يعني، قدر انه يصنع سمعه للاعب المصري في منتهى الاهميه، لان انت عارف ان اللاعب بشكل كبير لما بيتواجد في دوري من الدوريات يعني عارف انت بيتصنف، لا لعيب قداش، ويقول لك لا ما كنتش لعيب مصري، لكن حسين قدر ان هو يعمل طفره كويسه جدا بالتزامه حتى على مستوى خارج الملعب داخل الملعب، تصريحاته الهاديه، تركيزه في الملعب دايما فنيا جيد، ساعات مستواه يمكن الفتره اللي فاتت قبل البطوله دي اهتز بعض الشيء، بس الراجل شيء طبيعي كان بدايه موسم فبيرجع من جديد يبني نفسه في الملعب. فتحيه صراحه تحسين على ان الناس بتتكلم عليه جدا، الناس بتحترمه بشكل كبير جدا، واعتقد ده تكون النهارده العين خسر قدام ريال مدريد، في الاخر انت بتتكلم على ريال مدريد واحد من اهم واكبر الفرق على المستوى الاوروبي وعلى المستوى العالمي. احنا كنا طامعين زي ما انت ما قلت ان الاداء الكبير اللي ادى به نادي العين ان هو يعني يعلق الذهب، بس الميداليه الفضيه النهارده اللي سجلها فريق العين هي فخر كبير للكره العربيه وفخر كبير للكره الاماراتيه، ومره ثانيه وثالثه احنا بنشكر العين بشكل كبير على اكيد اكيد طبعا طبعا على السمعه الكبيره اللي خدها قدام كل الفرق في العالم، واعتقد حتى وسائل الاعلام النهارده كلها كان حادثها بشكل كبير يمكن الثلاث اربع ايام اللي فاتوا على فريق العين الاماراتي، كان من السي ان ان حتى اكثر وسائل الاعلام المختلفه كانت بتجي شرف شرف الكره العربيه وشرف كل ما هو ينتمي للعرب اساسا، العين حاجه صحيح. بصراحه يعني حاجة رفعنا رؤوسنا كلنا صحيح صحيح كده يعني انا اتفضل يعني ما اقدرش اقول غير ان شكرا للعين على اللي قدمته لنا سواء على المستوى الفني او حتى على مستوى التنسيق الاخوه الاماراتيين. رئيس تحرير قنوات ابو ظبي عماد يوسف الزميل الاعلامي العزيز، شكرا جدا على هذه المداخله وهذه التوضيحات، واكيد كلنا فرحانين ورافعين راسنا ان في فرقه عربيه وصلت نهائي كاس العالم للانديه، وكانت ند النهارده لريال مدريد، ولكن كنا طمعانين ان هم يكسبوا ريال مدريد نظرا للاداء المبهر اللي قدموه خلال البطوله. شكرا جدا لزميل العزيز عماد يوسف.